اليوم طبعا طيب يوم انا كنت ابني سكلتن اليوم الصبح فانزين ما تبوني عشان انا قاعد جاي زين اوكي فهذي قررت انزل الفيديو في الليل الساعة 10:44 لأن ما وصلت ربع وثلث فلازم زين اوكي طبعا هالفيديو بيكون انا اكمل سكيلت اللي قاعد يعني وفي نفس الوقت لايك واحد يساوي شنو اوكي انا اسف قطعه خايبه ف لايك واحد دولار يو اس ف يب واحد انا نسيت بركه صغيره هي بركه الوان زين طبعا مسبب او شت سكيلز من يعني مو نو بس تعريف الجديد شوية ورطة أنا بكمل السكيلتون بس ناقصني الراس تبغى نسوي فيديو عن هذي ماينكرافت ستوري مود تبغون على التلفون تبغون على البلاي ستيشن 3 ما عندي مانع اسبوع لو انزين يمكن نسوي ف الحين ناس انا بكاملة سويتش خلاص وكانت نون دي مو نون دي هاي شو بيج ساند وكان هاي الشيء مني يكون راس في المكان عادل عشان ولد ما بيتغسبن فا يلا نسوي طبعا بس بكرياتيف اكون محترف ما افسر غربة ولا شوية بس انا الحين محترف في ماينكرافت اللعبة مدمن عليها من هذي نسمع يا عم انا كنت العبها من اي عمر كنت العبها صح يا عم كنت العبها اشوف لعبة كنت اقول اشوف لعبة دقيقة دقيقة ما نجحت الحركة لازم هب صار كلنا ما تشوف مكان فيه لافا هاي اللي كنت بقولها بس اني طحت هاي اللي قطعني نفس ما قلت في البداية لايك واحد يساوي دولار دولار يو اس اذا كان عندكم حساب بنكي أظن كسبها بيزا يعني نشيت اوكي من الواي يحتاج ذا كلي يحتاج ذا صوف طبعا الالعاب اللي تنزل على السامسونج تكون من البداية ببلاش اقص بفلوس مثل في نفس ستار لوكيشن كانت ببلاش اللي صارت بفلوس
يكون طبعا هذه إذا خلص هذه العظم بروح للمستوك برجع. خلص على فرمان وبرجع لكم لو ما يبعد منه. اوكي شباب رجعت، طبعا الاكس الدكاكس انكسر نرد كبر. لكن طبعا مو بنادر، انا مو بنادر اللعبة، اول صعب تلاقيها يعتبر شبه نادر، تلاقيها على مجموعات من مجموعة واحدة او تقعد تبنيها من امام سكلتين. صح صح نسيت هواي صبا كاس راح ما صار برجع كان مو لازم اصنع لان كان فيها بيكاكس وانتوري مالي هذي اول بيكاكس تمام. اوكي بس بين وصلنا زي ما كذا اقول انه قصير شوية، بس يب بكمل في جزء ثاني بكون ماينكرافت في العالم اسمه بحرين كرافت، زين بيتش كرافت. فحلقة ثانية بكمل الراس والواي وبكون تحت الاسكلتون سبونر وبس. وصلنا زي ما كذا، لايك اشتركوا تعليق اللايك بيسوي دولار يو اس كامل. But bye.